وأنه يوسف بليلي يريد أن يذكر أنصار المولودية بعلي بن شيخ عليل وما كان يصنعه علي بن شيخ أيامه وأيام مع المولودية الذي دخل قبل لحظاته. إنه الثاني للمولودية، إنه الثاني للمولودية وعن طريق بليلي. يغيب بليلي ولكن لما يحضر يأتي الهدف. تروح لي يوسف بليلي، أو بليلي هو بالعقد ممتازة. بليلي مرزوق يطلب الكرة، مرزوق يطلب الكرة توصله والخامس، والخامس لمرزوق، والخامس لمرزوق ومولودية الجزائر بهذه اللحظة. يوسف بليلي يمرر تقريبا هو تعافى لأنه لم ينهي الخرج مصاب في مباراة النادي الرياضي القسنطينة. جميلة هذه، رائعة من ضوء أمام ثلاث لاعبين. التسديد يا يوسف ضوء، سجلت هدفا وكأنك إبراهيموفيتش. فعلا هذه في هذا الشوط الاول الكره طويله من جمال بن عمري الى الثلاثي بليلي، وقف كورتو يرجع في تمرير هذه الكره الثاني، الثاني 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 لمولوديه الجزائر، الثاني لمولوديه الجزائر بعد تمريره ذكيه ذكيه، تمريره ذكيه جدا من جمال او من بليلي. خلي توكي غير الجناح باتجاه بليلي، بليلي يلعب بالرجل مع موالي، تعود لي بليلي، بليلي يلعب بالعقب يوصلها لموالي. ينقض على هاته الكرة، لم تمض ربع ساعة حتى تزعوا له الكرة ويعطوا له الكرة مثل هذه. راح 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 يوسف، دخل من دخل العمليات يلعب بيدو، هاي كرة الهدف الثالث ربما الحكم كان يحتاج هذا الهدف نور. إعادة، تروح كرة لطاهر يصوب التدخل الحارس، فعلا الكرة راح الشباك بالقدم اليمنى، هذا ثلاث أهداف مقابل صفر لصالح المولودية. ورغم ذلك كان فيها ارتماء نفيد ناجي زكريا عبد الله ويصعد بالراس، رائعة يوسف بليلي براسية ممتازة. مرة ثانية ينجح في المراوغة، زيد يوزع، يوزع انتقلت عن طريق بليلي، راسية بليلي القائم الأول تقريبا بنفس الطريقة، يضيف الثالث والرابع في رصيده. يوسف بليلي في المكان المناسب، ركنية منفذة بطريقة جيدة، مررت للطار فتح الله راوغ ووزع، وبليلي استلم الكرة في ظروف مواتية وأضاف الثالث لمولودية الجزائر. هذا يوسف بليلي ينطلق، يجي المدافع على مرتين، يوسف يحتفظ بالكرة، يراوغ على المرة الثالثة ويحتفظ بها، يوسف من الكرة هذه زايدة من المدافع اللي كان ساقط على أرضية الميدان. هنا بيزيد مسجل الهدف، انطلاقة يوسف بليلي يرفع راسه، هاي عرضية للتصويبة ربما ممتازة والهدف في منتهى الروعة، تلمس التسعين الزاوية التسعين. الكرة من هناك لمصلحة المولودية، وبليلي يرود الكرة، يرودها بليلي ويراوغ، مسجل ثنائيه في كل جوله، واحد في مرمى نجم بن عكنون والثاني في مرمى النادي الرياضي القسنطيني. يغير الجناح باتجاه جمال، و
يفيد دخول مهدي زركان. هذا رائع. يوسف بليلي الآن سيحاول أنه يلعب مع الأنصار. يوسف بليلي لأننا نعرفه بأنه لعب مهاري. يوسف بليلي وقف العمق من هناك. أي تنفيذ الكرة الثابتة هذه لمصلحة المولودية. يوسف بليلي عمن يبحث يلعبها بطريقة ممتازة. يوسف رائع. يوسف ممتاز. كاد يأتي الثاني. صلى لي زبيلو وجان شكيب يضيعها. أو يلعب ما فيش خطأ. هاي الكرة هاي موالي عرضية والهدف. هذا كانت من أيدي القادم من لوفالوا بهذه الكيفية. شوف مباشرة هل يضيف بليلي الهدف هذا للأهداف التي سجلتها؟ ينتظر بليلي يترقب يرفعها يرفعها. ممتاز مرسلي. هاي بعيدة 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 عالية. هي الأخيرة في هذه المرحلة الأولى. المولودية تبحث عن الثاني عن طريق بليلي في القائمة الثانية. الدقائق الأخيرة بليلي راح يمر. لا ما يمرش. وحسنين ترجع له التصويبة. كريا نعيجي وانطلاقة ليوسف بليلي. يوسف بليلي يحتفظ بالكرة. يجيها القائد الفريق كوار. يوسف بليلي أمام لاعبين غير الجناح تماما. انطلق بليلي. هاو يوسف ينطلق. يوسف بليلي دقيقتان منذ البداية. ربما التصويبة لا التغيير ولكن بعيدة بعيدة بعيدة. يا زكريا نعيجي انطلق يوسف بليلي رجل لرجل رجل مع جوار 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 وطريقة لأنه يوسف مر رجل لرجل. من الصعب أنك توقف يوسف بليلي وبالتالي كانت هذه الطريقة التي أو من بعيد. التغيير الآن قلنا دخول زاوش. زكريا نعيجي وبايزيد. بايزيد مع زكريا نعيجي تعود ليوسف بليلي. يوسف بليلي يتريت يلعب رائعة. يوسف بليلي هنا رفع راسه وجد ضاو الكرة. يطلبها يوسف بليلي يلعب قصيرة. يوسف مع زوغرانا وصل عليها زوغرانا على مرتين. هاي كرة صعبة لصالح المولود. تيم سنشاهد الإعادة للقطة الأخيرة بعد هذه الكرة. يوسف بليلي والمواجهة. يوسف بليلي يخرج. يوسف يتفوق ولكن الكرة مرت.